أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يسأل عن كتاب مباحث في علوم القرآن. نعم. للقطان. نعم. يسأل سلمك الله عن كتاب مباحث في علوم القرآن للقطان. هو من هذا، نعم، مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان رحمه الله، هو من هذا، لأنه درس أصول التفسير فكتب فيها المذكرة هذه، أخذها من كتب التفسير، من كتب أصول التفسير الموثوقة، فهو لا بأس به. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.